السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. الزلفلاون يا جماعة الخير، صحة فطوركم وصحة سحوركم. والله بغيت نجعل من هذا الفيديو تتمة للفيديو الأخير. نتمنى كنت شفتوه على كل حال، وتكلمت على الاحتفال بهذه الذكرى 20 أحداث منطقة القبائل في 20 أبريل 2001، اللي سميناه الربيع الأمازيغي وسميناه الربيع الأسود نسبة إلى الذكرى الأولى نتاع 20 أبريل 2008، اللي سميناه بالربيع الأسود، الربيع الأمازيغي الأسود، لأن في هذه السنة بالذات وين هذا الكاتب المعروف مولود معمري اللي حب يدير محاضرة قيمة في جامعة تيزي وزو، مولود معمري، وجات العصابة وبالأخص الأفلان اللي هو كان يسير في الأمور السياسية، اللي رفض باش تكون هذه المحاضرة في هذه الجامعة للطلبة نتاع الجامعة تاع تيزي وزو. وبعد هذا الرفض انطلقت مناوشات ومظاهرات عند مخرج الجامعة، ويعرف الداني والقاسي كيف هذه العصابة تجرأت ومنعت هذه المحاضرة حول الثقافة الأمازيغية. واليوم العصابة تعترف بهذه الهوية في دستورها المعدل الجديد 2020 تاع أول نوفمبر الماضي. يعني هنا من له الحق، يعني منذ سنة 1980 هل القبائل هم الذين كانوا مهدوا الطريق لكل أمازيغي الجزائر حتى تعترف العصابة بهذه الهوية اللي هي منها وهي مكسب لها على كل حال قبل أن تكون مكسب لكل الجزائريين؟ ولكن تعنت السلطة ويعني والأفلان للعب الدور في تكسير هذه المحاضرة هذه اللي كانت، يعني كان يلقيها هذا مولود معمري، وإحنا عرفنا المصير نتاعو مسكين، يعني المكان في المغرب وجا واغتالوه بهذه الطريقة اللي هي معروفة، لا داعي للدخول في كل التفاصيل. إذن أحداث 1980 اللي ربما كانت انطلاقة من أجل تحرير الوطن، من أجل كسب مكاسب أخرى، ربما هي كانت في أجندة نتاع هذا المناضلين نتاع القضية الأمازيغية منذ 1949، وهي سلسلة من الثورات التي يقوم بها الشعب الجزائري من أجل ترسيخ هويته الأصلية على أرضه. وهذه الذكرى اللي حييناها البارح على كل حال في 20 أبريل 2021، اللي ترمز إلى مقتل هذا الشاب البريء، يعني هذا الشاب المراهق اللي قتل غدرا على أيدي أفراد الدرك الوطني داخل مقر الدرك الوطني. يعني هنا العجب بالعجاب، كيف هذه العصابة وهذه المافيا التي تقودها كمشة من الجنرالات الخونة الفاسدين الفاسقين، يعني مباشرة بعد هذه الأحداث اللي اندلعت في 2001 بعد مقتل هذا الشاب، يعني أصبحت العصابة تعطي الأوامر بصفة رسمية ولها كامل المسؤولية في هذه الجرائم ضد الإنسانية، وبدأ الدارك يطلق الرصاص الحي على رؤوس الأبرياء، ولم يفرقوا لا بين طفل وشاب وكهل. يعني باش تشوفوا مدى الحقد ومدى الحسد ومدى الغيرة على هذه المنطقة اللي هي أعطت الكثير للجزائر، وكل جزائريين يعرفوا هذه الحقيقة على كل حال. وهذا الرصاص الحي اللي كان ينطلق من بندقية الكلاشينكوف أكدها عقيد في الدرك الوطني،
لما تأزمت الأوضاع وشفنا بالعين المجردة يعني بالصورة والصوت كيف عقيد يعني بدأ يتلعثم في إجابته على سؤال: هل دارك أطلق الرصاص المطاطي أو الرصاص الحي؟ فقال يعني كجواب له، فقال بالحرف الواحد: كنا نطلق الرصاص الحي على الأبرياء ولم نكن نطلق الرصاص المطاطي. هنا يعني حجة دامغة من النظام على أنه كان أجرم في حق هؤلاء الأبرياء. زيد على ذلك من الآلاف المؤلفة من المجروحين والمصابين، ومنهم من توفى بعد هذه الأحداث لأنه لم يتلقى العلاج الكافي. وهناك من تنقل إلى فرنسا لإتمام العلاج، وهناك من أبترت رجله، ومنهم أعميت أبصارهم. يعني كل هذه الجرائم أنا أعتبرها جرائم ضد الإنسانية، وكما نقولوا بالجورية ستان جينوسيد. يعني هذه الأفعال تعتبر جريمة حرب ضد يعني مواطنين عزل لم يرفعوا يعني أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم، وتمسكوا بالانضباط التام. ولم نشهد أن هؤلاء قاموا كردات فعل ضد قوات الدرك. وهنا تعرفون قيمة هذه المنطقة وشيمها وخصالها في التحضر وفي السلمية. وها التاريخ يعيد نفسه اليوم، التاريخ يعيد نفسه في هذا الحراك الجزائري. هو يعني تابع هذه السيرة التي يعني سطرها هؤلاء الضحايا رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه. وعندما كان هؤلاء يدفنون، وهذا الذي ربما كثرت السهام عليه، هذا فرحات المهني الذي يعني هاجموه بشتى الوسائل، هو الذي كان يغني، لأنه كان مغني فعلا، يغني لهؤلاء يعني يغني فوق قبورهم وهم يدفنون. هذه الأغنية الشهيرة وهي موجودة في شريط وثائقي، يعني لا تسمح لي الفرصة أن أظهره لكم، فهو موجود على اليوتيوب على كل حال. إذن اسمحوا لي حتى أكمل هذا الفيديو بتاع البارح، يعني واللي تمنيت يعني تشوفوه على كل حال. أن نرجعكم للتاريخ يعني باش تشوفوا مباشرة بعد هذه الأحداث، بعد مقتل قرماح ماسينيسا وهذا التقرير اللي قدمه يعني محمد يسعد لرئيس بوتفليقة، اللي بقي طي الكتمان وبقي سرا من أسرار الدولة كما قلت يعني في الفيديو السابق. يعني وهذه الوثيقة اللي تكلمت عليها في الفيديو السابق، يعني كلفت نفسي نبحث شوية في الأرشيف. يعني وجدت لكم يعني وثيقة رسمية صادرة من حركة العروش، يعني عن طريق التنسيقيات اللي كانت تجتمع بطريقة دورية يعني متداولة عبر كل جهات منطقة القبائل. وهنا خلوني يعني باش نقرأ لكم يعني في الصفحة الأولى، يعني في الصفحة الأولى ماذا قيل في هذه الوثيقة الصادرة من بلدية أذكار. يعني أذكار هذه اللي موجودة أظن في ولاية بجاية، وهي منطقة حدودية بين ولاية زوز وبجاية. يعني شوفوا في الصفحة الأولى في الديباجة، هيا لا انظروا جيدا، يعني وش تقول الفقرة الأولى في الديباجة، يعني عن الربيع الأسود. كما قلت لكم عن الربيع الأسود الأمازيغي تاع 2001 الذي خلف عشرات الموتى ومئات الجرحى، ولدت في ظل آلام حركة المواطنة والمواطنين. يعني مباشرة بعد هذه الأحداث تشكلت هناك حركة العروش التي سميت بحركة المواطنة. إن اغتيال المثير للشاب الطالب الثانوي قرماح ماسينيسا
داخل مبنى فرقة الدارك الوطني بأف دولة، واختطاف تلاميذ من الطور الثالث بأميزور يعني بولاية بجاية، اختطفوا أيضا تلاميذ. كانت الشرارة التي حفزت جميع أفراد المجتمع الذي طويلا ما انتقص من كرامته وحقوقه الشرعية. إن النظام السلطة المطلقة مع تسييرها البيروقراطي ولدت استفزاز لشبابنا المهمشين. يعني أكتفي بهذه الفقرة فقط حتى أدخل في فقرة، وهنا يعني سمحوا لي أكمل لكم مباشرة بعد هذه الديباجة اللي هي طويلة، على كل حال ستأخذ لنا وقتا طويلا، وفضلت أن أختصر في هذا الفيديو ما هو مهم لنا ولكم على كل حال. وهنا نقدم لكم يعني مباشرة بعد هذه الاضطرابات اللي توصلت إلى أرضية يسموها أرضية المطالب المشتركة للتنسيقيات ما بين الولايات، المؤرخة في 11 جوان 2001 المنعقدة بالقصر ببجاية، سموها وثيقة القصر. شوف واش تقول هذه الوثيقة. على كل حال نحن ممثلي ولاية سطيف، برج بوعريج، بويرة، بومرداس، بجاية، تيزي وزو، الجزائر، وكذا اللجنة المشتركة لجامعات الجزائر المجتمعون اليوم في 11 جوان 2001 بدار شباب مولود فرعون بالقصر. بالقصر على الموافقين على الأرضية المشتركة للمطالب التالية: أولا تكفل الدولة العاجل بكل ضحايا الجرحى وعائلة الشهداء القمع خلال هذه الأحداث. اثنين محاكمة كل الذين تعدوا أو أمروا أو دبروا الجرائم من طرف المحاكم المدنية وشطبهم من أسلاك الأمن والوظيفة العمومي. ثلاثة منح صفة الشهيد لكل ضحايا الشرف خلال هذه الأحداث، حماية كل الشهود الذين حضروا الوقائع والجرائم. ربعة الرحيل الفوري لكل فرق الدارك الوطني ووحدات محاربة الشغب. خمسة إنهاء كل المتابعات القضائية ضد كل المتظاهرين، وكذا الحكم بالبراءة لفائدة كل الذين تمت عليهم المحاكمة خلال هذه الأحداث. ربعة الوقف الفوري ولكل الحملات العقابية. سبعة حل كل لجان التحقيق التي أنشأتها السلطة. ثمانية تلبية المطلب الأمازيغي بكل أبعاده، الهوية، الحضارة، اللغة والثقافة بدون استثناء. تسعة من أجل دولة تضمن كل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وكل الحريات الديمقراطية. عشرة ضد ممارسات التخلف والفقر والتشرد للشعب الجزائري. 11 وضع كل المهام التنفيذية للدولة وإجهزة الأمن تحت السلطة الفعلية أو المدنية. هنا راه يعني الكتابة غير واضحة على كل حال، سمحوا لي. 12 من أجل مخطط استعجالي اجتماعي اقتصادي في كل منطقة القبائل. تفكروا مليح هذا البند، هذا وضع كل المهام التنفيذية للدولة وإجهزة الأمن تحت السلطة المدنية. 12 من أجل مخطط استعجالي اجتماعي اقتصادي في كل منطقة القبائل، اللي هو مفقود اليوم يعني في كل منطقة القبائل. 13 ضد الحجرة وكل أشكال الظلم والإقصاء. 14 إعادة النظر في تاريخ الامتحانات الجهوية حسب الحالات لفائدة التلاميذ الذين لم يتمكنوا من اجتيازها. 15 وهو يعني النقطة الأخيرة المطلب الأخير إنشاء منحة خاصة بالبطالين بنسبة 50% من الأجر الوطني الأدنى المضمون. وهنا يعني هذا هو البند الأخير ولا الفقرة الأخيرة ولا المطلب الأخير
من أرضية القصر اللي هي معروفة على كل حال، واللي كانت المسيرة تاع 14 جوان اللي سارت في 2001 باش تروح تقدم هذه المطالب لرئاسة الجمهورية. وللأسف يعني كل قصة ذكرتها لكم في الفيديو السابق، لا داعي لتكرارها في هذا الفيديو. وأنا حتى يعني أفتح يعني قوس، يعني هذا فرحات مهني كما قلت لكم، اللي هو المغني وابن شهيد اللي عانى ويلات العصابة، ويلات العصابة وأدخلته السجن كم من مرة، وهو ابن شهيد. يعني عندما يتهجم عليه بعض الجبناء، يعني نسميهم جبناء لا يقدرون الرجال، حتى ولو اختلفنا مع هذا الرجل فهو يبقى رجل نزيه ومخلص لوطنه ولدينه ولأرضه، وهو لا يدعو لاستقلال منطقة القبائل، وإنما يدعو إلى استقلال المنطقة من هذه الطغمة الحاكمة التي لا تريد أن تجعل من الجزائر دولة متقدمة، دولة حضارية، دولة تستغل ثروتها لفائدة الشعب الجزائري. ورانا اليوم يعني في الحراك الجزائري، كل الشعب الجزائري في 48 ولاية ينادي بالاستقلال. هل نعيب على هؤلاء الذين يسيرون في الحراك وفي 48 ولاية على أنهم انفصاليون يريدون الانفصال عن الجزائر؟ يعني 48 ولاية اللي تشكل هي مجموع الأرض الجزائرية، وعندما يخرج فرحات مهني وينادي باستقلال منطقة القبائل عن الحكم المركزي، لازم تفهموا مليح. يعني الماك أصبح اليوم منظمة كما يقولوا بعض الأبواق، يعني منظمة إرهابية. هل هذه المنظمة رفعت السلاح في وجه الدولة إلى حد الآن؟ وهي حركة مسالمة لها أفكارها ولها مذهبها، يعني لا نلومها. لأننا اليوم لما كنا ننتقد السلطة الحاكمة وهي التي سرقت الأموال وسرقت الأراضي وسرقت الثروات، ثروات الشعب اللي من المفروض هو اللي يستغلها، للمفروض اليوم الموظف البسيط لا يتعدى أجره، أو يعني لا ما يهبطش السعر نتاع الموظف ولا الراتب نتاع الموظف أقل من 20 مليون في الشهر. كي نحسبوا الثروات والمداخيل تاع هذه الثروة اللي تدخل الخزينة العمومية ونقسموها بعدالة على الشعب الجزائري، ما هيش فكرتي أنا، فكرة الناس الخبراء اللي يقولك أقل شيء أقل شيء هي 200 أورو، يعني 200 أورو تساوي يعني 4 ملايين، والأجر الأدنى نقولوا سيدي 200 أورو راهي بكم؟ 100 أورو راهي ب 20 مليون، و200 أورو ب 40 مليون، يعني 100 أورو يعني 20 مليون هو أقل تقدير. يعني الموظف البسيط عليه أن يتقاضى 20 مليون في الشهر، كيف للنائب يرفع يده في رمشة عين وهو يتقاضى 23 24 مليون؟ ولموظف يعني هو يشتغل في البلدية، هذا المواطن الفقير البسيط الذي يعاني اليوم من لقمة عيشه ولم يكسبها إلا بأشق الأنفس، ويتقاضى أقل من 15 ألف دينار. يعني هل هذه عدالة؟ لما هذه العصابة تتهجم على فرحات مهني وتقول له إرهابي، وتقول هذه منظمة إرهابية حتى يثبت العكس، هل اليوم فرحات مهني هو نادى باستعمال السلاح ضد الدولة؟ هو ينشط في إطاره الرسمي في إطاره القانوني، لأنه لم يجد هناك حل آخر إلا الضغط على هذه السلطة وهذه العصابة. وهذا الضغط هو بدأ يأتي أكله بتصرفات العرجاء لهذه العصابة، لأن ملف استقلال منطقة القبائل هو في أيدي الأمم المتحدة. ليعلم الجزائريون والجزائريات أن ليس هناك حل آخر غير الضغط على السلطة لكي تركع لإرادة الشعب
ومنطقة القبائل هي جزء لا يتجزأ من التراب الجزائري. الحاتم هني هو يريد بهذه السياسة أن يرسل رسالة للعصابة على أنه ذاهب إلى أقصى حد لطرح القضية بين أيدي الأمم المتحدة، لأن هذا النظام هو متعنت في قراراته ضد هذه المنطقة، وهو الذي تهجم عليها. قولوا لي بربكم، عندما يجتمع بعض الجزائريين الخونة المنتمين لدوائر خارجية يجتمعون في مستغانم بحماية من جهاز الدارك الذي قتل هؤلاء الذين تكلمت عليهم اليوم وفي هذه الأونة بالذات في هذا الفيديو، هذو 228 بريء اللي سقطوا على أيدي الدارك، ونفس الجهاز هو الذي يحرص في مستغانم في عشعاشة، يعني في هذه المنطقة اللي اجتمعوا فيه هذو المفرقين وهذو الفتانين اللي تهجموا على هذه المنطقة ليل نهار، والسلطة لم تحرك ساكنا ولا النيابة العامة ولا أي جهاز آخر ليوقف هؤلاء الذين يزرعون الفتنة في وسط الشعب الجزائري. هذا الاجتماع اللي أعطاه عنوان سموه زيرو قبائلي، زيرو كبيل يعني، وهذا الاجتماع حماه الدارك وحماته المخابرات. يعني ما معنى هذا؟ يعني هذا يكفي على أن هذه السلطة هي التي تريد أن تفصل هذه المنطقة عن بقية التراب الجزائري باستعمال هذه السياسة المفرقة للنسيج الاجتماعي الجزائري. يعني زيرو كابيل معنى انتحى، يعني ليس هناك وجود لأي قبائل في كل التراب الجزائري ما عدا هذه المنطقة. يعني إذا كان موظف يسرحوه، إذا كان جنرال يسرحوه، إذا كان يعني هنا يعني فيها كما نقولوا ستان جينوسيد، يعني فيها تصفية عرقية، تصفية عرقية لهذه الطائفة. أنا لا أسميها طائفة لأنهم يزرعون الطائفية في الجزائر، هذا قبيلي وهذا شاوي وهذا عربي وهذا مزابي. يعني من هذا الاجتماع نفهم أن سيرة النظام لم تتغير، والمقبور قايد صالح هو الذي قام بهذه الأفعال كلها. وهنا غير باش يعني ما تروح ليش الذاكرة، لما اشتد الحراك في أمام البريد المركزي وهذه الأعلام الأمازيغية التي رفعت، التي نسبت إلى منطقة القبائل ولكن رفعت في كل ربوع الوطن، ولكن قايد صالح كان يتهجم على هذه المنطقة يعني في كل خطاباته، وهو الذي أمر بنزع هذه الأعلام من أيدي الشرفاء والأحرار الذين يسيرون في الحراك. أليست هذه عنصرية يا جماعة؟ هذه عنصرية أم لا؟ كأن الذي يحمل العلم الأمازيغي هو قبائلي، وأنا أقول العكس، كل الأعلام رفعت، وحتى في وهران، حتى في وهران لا أخذ وقت كثير، يعني كل حال الفيديو موجود، يعني مباشرة بعد خطاب القائد صالح الذي قام به في بشار في 19 جوان أظن 2019، اللي خطب وتكلم على هذا الرايات الغريبة في وسط الحراك، هنا أعلن حرب على هويته، على هويته، لأن حتى في الدوار نتاعو العالم الأمازيغي مرفوع فوق البلدية نتاعو في عين ياقوت. يعني باش تشوفوا هذا المعتوه، يعني هذا اللي حب يدخلنا في حرب أهلية، وهذا جماعة نتاع واسيني بوعزة، وهذا بالميلود كانيش، هؤلاء الجنرالات، وهذا بالقصير، يعني كل هؤلاء شوفوا كيفاش انتقم منهم الله تعالى. يعني واحد هارب، واحد في السجن، واحد قتل، يعني هذه يسموه عقاب رباني. كل من يتهجم على هذه المنطقة سيلقى جزاءه، على إما على أيدي الأحرار، إما على أيدي من هو جبار، يعني الله تعالى هو الذي سينتقم من هؤلاء.
وفرحات مهني ما هو إلا يعني إنسان، يعني شخص وجد حلا في استقلاله عن النظام المركزي، عن النظام المركزي، لأنه هو الذي هذه العصابة هي التي دفعت فرحات مهني لاتخاذ هذه الإجراءات. وهو اليوم يعني قبل سنتين أظن وضع مذكرة استقلال منطقة القبائل بين أيدي الأمم المتحدة. يعني نحن ماشيين، لو العصابة لا تجد حل وبسرعة، فمنطقة القبائل ستكون في أجندة الأمم المتحدة لتدويل القضية، ولما تدول القضية ستصبح العصابة أمام مساءلة كبيرة، أمام مساءلة ضد هؤلاء الجنرالات المجرمين الذين قتلوا هؤلاء. يعني وأنا لا أستبعد، لأن هناك مخطط جهنمي خطير ضد المنطقة لإحداث أعمال شغب وإحداث ربما ردات فعل من العصابة ضد المنطقة. وهنا سندخل في سيناريو ليبيا، يعني سترون كيف الأمم المتحدة تجتمع من أجل هذه القضية، وربما ستجتمع وتأخذ قرارات وتضع وتجدول القضية وترسل القبعات الزرق لتقرير مصير منطقة القبائل. هنا الخطورة، إذا تجسد هذا المشروع وهو في طريقه إلى التجسيد، ما دام هذه العصابة هي متعنتة في قراراتها ضد هذه المنطقة، وأن هذه رسالة موجهة بكل أخوة، بكل أخوة أرسلها لهذا النظام حتى يتعقل، حتى يدخل في سلسلة من الحوارات والتفاوض من أجل إيجاد حل، حتى نكرس هذا التوازن الجهوي اللي هو مفقود في منطقة القبائل. وأنا كانت لي يعني قبل قليل، يعني بعد أيام، قبل أيام يعني زرت المنطقة، يعني زرت المنطقة يعني في زيارة خاصة على كل حال. والله المناطق الخلابة اللي موجودة في هذه المنطقة غير موجودة في كامل التراب الجزائري. يعني كل من زار المنطقة هي تسخر بالمناظر الطبيعية الجميلة الخلابة وخضرار الجبال، يعني وحقول الزيتون والمياه والينابيع، المياه التي تسيل يعني بدون توقف، بدون توقف. ولكن ما لاحظته في الميدان، هناك المنطقة تفتقد كثيرا لمشاريع التنمية. لم أرى، يعني تجولت لم أرى يعني ولا معمل في بعض الأماكن. يعني أتكلم هنا يعني من حدود برج بوعريج إلى غاية حدود البويرة، يعني في هذه الجبال التي تنعدم فيها يعني معامل ومصانع يعني قد تدخل في ثروة المنطقة. يعني الدولة غائبة والعصابة لا تكترث لأهمية المنطقة من ناحية السياحة. يعني لو فكرنا في إنجاز مشاريع سياحية في هذه المنطقة، والله العظيم سترون العجب العجاب. يعني في مدة 5 سنين يعني ربما نستغني عن استغلال البترول، لأن يعني المجال السياحي هو مجال يجلب العملة الصعبة، يعني والسياح هم يعني يهتمون كثيرا بالسياحة الجبلية. ورأيت يعني معمل واحد هو في طور إنجاز تاع مياه معدنية موجود أظن بحدود ولاية برج بوعريج، وهي شراكة أظن، شراكة يعني أجنبية مع جزائري في هذا المعمل اللي هو في طور الإنجاز للمياه المعدنية، يعني كما إفري ولالة خديجة وما وإلى آخره. فإذا فرحات مهني هو بصدد هز أركان العصابة، لأن هذا اللي ما كما يقولوا
لو نفسروا لو ماك ما معنى لو ماك يعني لو موفمون بور لوتونومي دو لا كابيلي، يعني الحركة من أجل الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل. يعني لما نتكلم عن الحركة من أجل الاستقلال الذاتي لمنطقة، يعني هي تصغير كلمات صغيرة لهذه الجملة التي أذكرها لكم الآن، ولكن هذه الحركة من أجل الاستقلال الذاتي قد تؤدي كما قلت، والملف موجود، إلى استقلال منطقة القبائل. لا يمكن لهذه العصابة أن تستمر في تسييرها لشؤون المواطنين بهذه السيرة، لأن هذه المنطقة تريد التقدم، تريد التطور، والنظام يأتي ليوقف هذه العجلة. إذن ليس هناك مجال للتفاوض مع هذه العصابة من أجل تخلف المنطقة. المنطقة يجب أن تتحرك بسرعة كما يتحرك أهلها الذين استثمروا، وأنا أذكر لكم مجمع سوما، مجمع يعني سيفيتال، هؤلاء هم قبائل. وأنا يعني حتى العصابة اللي راهي في السجن اليوم، يعني اللي الرئيس تبون يقول يتكلم عن العصابة هو واحد منها ويتهجم عليها، يعني حتى اليوم راهي تبون يمارس تدخله السافر في شؤون الكرة. راكم شفتوا اليوم زاتشي يذهب ويستخلف من هذا عمارة اللي هو غريب عن الكرة الجزائرية. يعني باش تشوفوا، وانا في احتمال استقالة بلماضي، واذا استقال بلماضي ستكون أزمة كبيرة جدا بالنسبة للشعب الجزائري الذي يحب كرة القدم وخاصة الجزائرية. هذا يعني مشكل آخر لا داعي للدخول فيه. على كل حال، ونبقى دائما في هذا الإشكال نتاع لوماك، اللي ربما المسيرة نتاع البارح نتاع الثلاثاء نتاع الطلبة المصادفة لذكرى العشرين، يعني وقعت مناوشات تاع أنصار فرحات مهني اللي تهجموا على الشرطة الجزائرية. ربما هذه الأفعال هي مفتعلة حتى يعطوا الانطباع بأن هناك في منطقة القبائل يعني فرقة تؤيد فرحات مهني، وفرقة هي مع وطنية منطقة القبائل ومع الحراك الجزائري، ورفعت هتافات خطيرة جدا يعني ضد الجانبين. يعني هناك حتى كلام خطير قيل في هذه المسيرة، هذه المسيرة التي تمت على كل حال بالرغم من تهجم الشرطة عليها. ولو نتركهم يسيرون كما يشاءون، لأن هذه هي حرية التعبير، إذا كان لديهم شعبية فليظهروا شعبيتهم لنا حتى نؤيدهم في مسارهم على كل حال، ولكن ليس من أجل كما يقولوا الانفصال. ليس هناك انفصال، لأن هذه المنطقة لا تنفصل عن التراب الجزائري، ليست يعني علبة أو هي أرض باقية في التراب الجزائري. ولكن أفكار فرحات مهني هو يريد تسيير شؤون هذه المنطقة بمعزل عن النظام المركزي، ريجونس دالجي. ما زلنا في الفكر الكولونيالي، الفكر الاستعماري الفرنسي. هناك احتلال، يعني احتلال جزائري عن النظام الجزائري على الجزائر. يعني هو ينهب الثروة ومتمسك بالسلطة ويرضخ الأوامر فرنسا وأمريكا وروسيا والصين. إذا نحن لسنا أسياد في أرضنا، لسنا أسياد في أرضنا، بما أن الإمارات اليوم هي اللي راهي تسير في الموانئ نتاعنا، وهي اللي ربما كانت وراء تسريح بعض القبائليين في مصانع التبغ والكبريت في العاصمة. وهذا يقول بلي هذا عمارة اللي خلف زدشي كان مدير في هذه الشركة، واللي كان وراء طرد هؤلاء القبائل. يعني شوفوا العنصرية والجهوية اللي قوموا بها الأجانب بخيانة الجزائريين. يعني
كيف لا ولهذه المنطقة تكون ردات فعلها قاسية ضد هذه العصابة؟ إذن لا كوز ايفي كما يقول القوري، يعني النظام هو الذي دفع بفرحات مهني لاتخاذ هذه الإجراءات اللي هي خطيرة، تمس بوحدة الشعب الجزائري وتمس بوحدة التراب الجزائري. لأن ألوم فرحات مهني، أنا ألوم شخصيا النظام الجزائري. لو يعني عرف النظام كيف يتحاور مع فرحات مهني لما كان في الجزائر اليوم، هو طالب، هو في بلاده طالب اللجوء السياسي خارج بلاده. كيفاش ولد البلاد يهجر والإمارات يصول ويجول في موانئنا؟ يعني شوفوا هذه السلطة كيفاش تكون عميلة لأجانب ضد أبناء جلدتها. هنا المفارقة العجيبة. لهذا نحن وندعو كل الشعب الجزائري أن يتضامنوا مع منطقة القبائل ليجعلوا منها قاطرة للتغيير، للتغيير، لأن الاستثمار في منطقة القبائل، لأن القبائل يعرفون كيف يسيرون هذه الأمور وما هذه المجمعات التي أقيمت بأيدي القبائليين في هذه المنطقة. أنتم ترون كيف منتجاتهم تصدر إلى الخارج وهي تدخل في الطعام الجزائري يوميا. هذا الدليل على أن هذه المنطقة تريد أن تتقدم، ولكن العصابة لا تريد لها أن تتقدم. وأنا أسرد لكم هذه الحقيقة، هي موجودة على كل حال. وهذا الكلام لست أنا الذي قلته، ولكن فرحات مهني شخصيا وصلته معلومة أن السعيد بوتفليقة تنقل من العاصمة إلى بجاية ليلا، ودخل عنوة إلى مجمع سيفيتال وتكلم مع حارس الليلي وقال له لماذا ربراب لم يعمل، يعني يدير مصنع كما هذا خارج منطقة القبائل. شوفوا العنصرية والجهوية كيفاش بدأت. على كل حال، وانتم شفتوا يعني كيفاش ربراب لم يكن جهويا ولا عنصريا، وهو يعني مشاريعه يعني طغت على الوطن، يعني مشاريع الزيت ومشاريع السكر الذي يباع في كل أربوع الوطن، وربما هو قيد التصدير. على كل حال، ورأيتم كيف هو اكتسح برازيل واكتسح فرنسا. يعني هذا الرجل الذي يعرف كيف يسير أمواله، وهذه الاتهامات التي اتهموه بها هي باطلة، لأن من يختلس الأموال لا يمكن أن يستثمرها في الوطن. هل شكيب خليل استثمر في وطنه لما سرق الأموال؟ هل يزيد زرهوني استثمر في الوطن؟ هل قدور هذا اللي كان مدير العام تاع سوناتراك هل استثمر في الجزائر؟ يعني وروا لي واحد مستثمر سرق أموال الشعب واستثمرها في الوطن، يعني إلا تهريبها وتكديسها في البنوك الأجنبية لتكون وسيلة إنتاج عند سيادهم. لهذا نحن يعني نرسل رسالة لهذا النظام، عليه أن يكون رزين، يعني رزين يكون متعقل ولا يتهور، لأن هذه المنطقة لا تهادن العصابة وليست خائفة من أي كان. وأنا لما أسمع واحد المعتوه راه في الخارج، هذا المريض نفسيا، هذا الزنديق وهذا العميل تاع المخابرات الإرهابية الجزائرية، وأنا نقول هذا الكلام بصوت مرفوع، يقول في فيديو أخير لو كان عنده السلطة لكان قنبل منطقة القبائل. ها هو الإرهاب الحقيقي. هل هذا الكلام قاله فرحات مهني؟ من هو الإرهابي؟ من هو الانفصالي؟ أليس هذا الذي قال هذا الكلام؟ وأنا أعني هذا بن زديرة، سعيد بن زديرة، هذا المهبول، هذا المعتوه، هذا المريض نفسيا، هذا مريض نفسيا. يعني كل هذه الكلمات التي تفوه بها والدولة لم تحرك ساكنا ولم تأمر بقضيه كما أمرت ضد آخرين،
ولم تنزع منه الجنسية هذا الذي توعد الجزائريين بقتلهم، بقتل 20 مليون منهم، والدولة لم تحرك ساكنا. وهذه الأبواق في الداخل الجزائري مثل نعيمة صالحي وهذا بلغيث، هذا الأستاذ بلغيث وهذا نور الدين ختال، هؤلاء الذين كانوا ينشرون الفتنة ضد هذه المنطقة، والمنطقة صابرة لم ترد عليهم بكل حذارة، ولم تروا إلى حد الآن، ورفعت قضية ضد بعضهم، والنيابة العامة لم تحرك لأنها هي التي تدفع بهؤلاء للتهجم على هذه المنطقة. واليوم نأتي لنلومها، لماذا تريد الانفصال؟ اذكروا لي بربكم، هل هناك جزائري بسيط دخل إلى كلوب دي بان؟ ها هو الانفصال الحقيقي، كلوب دي بان، نادي الصنوبر، من يدخله اليوم؟ من يدخله؟ هو حق من حق الجزائري أن يتجول في أرضه كيفما يشاء ويتحرك كيفما يشاء. عندما يمنع هذا القبائلي والأرقام من الولايات القبائلية 10 و15 و16 و34 من دخول العاصمة للمشاركة في الحراك الجزائري، عند خروج البويرة تغلق كل الطرق. ها هو الانفصال، النظام هو الذي يريد أن يفصل هذه المنطقة عن عاصمة بلاده، هي عاصمة كل الجزائريين، ويرفض للقبائل أن يدخلها. أليس هذه حقيقة؟ لماذا تغلق الطرقات؟ هل من مهام الدرك أن يغلق الطريق؟ أين هو قانون المرور؟ حتى لا أطيل عليكم، أردت فقط أن أرسل رسالة للنظام ولإخوتنا القبائل، يعني أن يتريثوا وأن يتوحدوا، لأن النظام هو يريد أن يزرع الفتنة بين القبائليين. هادو تابعين الماكو، هادو تابعين للحراك الجزائري، هادو ضد استقلال منطقة القبائل، وهادو مع استقلال منطقة القبائل. ربما هو سيزرع في صفوف هؤلاء بعض المتعصبين، كما نقولوا تاع هادو تاع لا دروات، كما هادي لوبان تاع فرنسا. لوبان هي تنشط سياسيا، و لا أحد يلومها على أفكارها، وهي التي كانت تطلب طرد الجزائريين من فرنسا، طردهم يعني بعدما عاشوا يعني سنوات وسنوات، هاو التطرف يعني. إذا النظام هو يحذر اليوم هذه الجماعة المتطرفين، ربما تشري ذممهم وتدخلهم في الصفوف حتى يحدثوا فتنة بين الأسرة الواحدة في منطقة القبائل. فحذاري، أنا أرسل رسالة لإخوتنا القبائل أن يتفطنوا جيدا، لأن هناك بلطجية يحذرهم النظام مستقبلا، حتى يلهي المنطقة عن هذه الأهداف التي ذكرتها. وما فرحة مهني إلا وسيلة للضغط على النظام حتى يرضخ للمطالب المشروعة المرفوعة من طرف كل الجزائريين، اللي هي نسمعها يعني كل جمعة وكل ثلاثاء في الحراك الجزائري الذي بقي موحدا وبقي يدافع عن هذه المنطقة. يعني كي يقولوا قبائل برافو عليكم، قبائل برافو عليكم، يعني هذه رسالة من كل الجزائريين على أنهم كانوا في السابق يسمعون عن أن القبائل حرقوا القرآن، و يعني يريدون يعني وحرقوا العالم وما أشبه ذلك. هذه الادعاءات اللي كانت تقوم بها العصابة حتى تفرق الجزائريين، ولكن اليوم الحمد لله يعني تفطن الجزائريون لهذه الخزعبلات نتاع النظام. وهنا جانا انا واحد اخر يعني مريض جدا، هذا المختلس تاع اموال الشعب، هذا اللي تاع شبه التحرير اللي سموه بن زعيم، يعني هذا الذي كشف امره، وهو الذي كان يعني تهجم قبل ذلك على كريم طابو، وهذا الحر من احرار الحراك الجزائري وهو قبائلي. فاذا هذا بن زعيم اللي هو يتهجم ايضا على منطقة القبائل، اللي سماهم رجال،
يعني مانيش عارف شكون هو الراجل يعني، وهذا مدفوع أيضا من العصابة حتى يبرئ نفسه من الاختلاسات التي قام بها، وهي موضوع يعني شبهات على النيابة العامة أن تحرك العدالة، أن تتحرك في يعني ما تحصل عليه من أموال من البنوك الجزائرية. هذا بن زعيم، هذا أنا أظن أنه مكانه في السجن، يجب أن يكون في السجن، لأن هو بمثل تلك الشجرة التي تغطي الغابة يعني، وأتباعه كثيرون، ما هو إلا قطرة من بحر من الاختلاسات التي قامت بها جبهة التحرير الوطني يعني في الأيام السابقة وفي السنوات السابقة، وهي تقود البلد سياسيا إلى حد الآن. فإذا حتى أختم يعني هذا الفيديو، أردته أن يكون طويلا شيئا ما حتى نتفاهم فيما بيننا، فعلى النظام وعلى حركة الماك التي ألصقت لها أيضا هذه حركة رشاد اللي تزعمها هذا العربي زيتوت الأخ المحترم، على كل حال إلى حد الآن ليس هناك ما يثبت أنه متورط في زعزعة استقرار الجزائر، ليس هناك ما يثبت ماديا ولا معنويا ولا عن طريق فيديو تهجم هذا الشخص على وحدة الشعب الجزائري وعلى وحدة التراب الجزائري، لأنه كان معارضا شرسا ضد هذه العصابة، وحسبهم يعني في الجمعات الماضية كانت رفعت شعارات رشاد في منطقة القبائل، لهذا هم أرادوا أن يوحدوا الاتهام ضد الماك وضد حركة رشاد، يعني تنظيمين لا يلتقيان لا في أفكارهما ولا في ممارستهما السياسية، يعني هم بعيدين بعيدين كل البعد كما كبعد الأرض على السماء عن السماء. لهذا النظام لم يجد هناك أيضا تهما يلفقها لهذين التنظيمين اللي هما بريئين حتى يثبت العكس. عندما ترى العصابة تتهجم على جهة أو على تنظيم، فاعلموا أن هناك شيء ما يدبر ضد هذين التنظيمين في المستقبل، وخاصة في هذا الشهر الفضيل، فاحذروا جيدا وانظموا أنفسكم، لأن النظام سيضرب بقوة حتى يظهر للقوى الكبرى على أن هذين التنظيمين هما إرهابيان، وربما قد يتخذ إجراءات ضدهما في الداخل وفي الخارج، وقد قام بهذه الإجراءات ولم يفلح لأنه فاشل سياسيا تنظيميا تسييريا، يعني هو فاشل بكل المقاييس. وربما يوم 23 من هذا الشهر الفضيل يعني أبريل، هناك تجمع كبير في جنيف أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وستكون هناك أيضا ضربة قاسية، وسيكونون أنصار فرحات مهني حاضرين، لأن المغتربين هناك هم كثر من مؤيدي فرحات مهني وسياسته في استقلال منطقة القبائل. هذا الاستقلال لن يكون خطرا على وحدة الترابية وعلى وحدة الشعب الجزائري، لأن أفكار فرحات مهني يجب أن تدرس، يجب أن تدرس. فاسمعوا لهذا الشخص، دعوا له مناظرة، وقد قام بمناظرة في جامعة تيزي وزو ولم يوقفها النظام. هنا المفارقة في هذه العصابة، كيف تركت المجال لمحاضرة بار فيزيو كونفيرونس يعني من فرنسا، والطلبة في تزوج ويسمعوا المحاضرة والتدخل نتاعو تحت أعين المخابرات. هنا المفارقة العجيبة، لم نفهم كيف هذه العصابة تسير هذه الأمور يعني، ولم تمنع هذه المحاضرة عن بعد. لهذا أنا نقول يعني إخوتنا القبائل، هذا الشخص اللي تهجم على منطقة القبائل وطلب يعني لو يتمكن من السلطة بإبادة كل القبائليين، وهنا كان يعني أنصار حركة الماك يعني،
يعني هذو أنصار حركة الماك هم شباب، هم شباب ليسوا كهول، هم شباب ربما مراهقين، ربما ما عندهمش وعي سياسي، ناقصين يعني فهمة، ربما هم مدفوعون. ولماذا نتهجم عليهم؟ لماذا لا نضع يعني برنامج خاص لأهالي المنطقة حتى نبين من هو على صواب ومن هو ليس على صواب؟ لأن بالحوار نأتي بالحلول وليس باستعمال الألفاظ العنف ولا الألفاظ يعني التي تخرج عن نطاق السلمية. نحن نادينا دائما بالسلمية في كل أمورنا، يعني أمورنا الاجتماعية، أمورنا السياسية، أمورنا الثقافية. السلمية هي سلاحنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمل غير السلمية. الرسول تاعنا كان سليم، يعني لنا في رسولنا قدوة، يجب أن نتبع قدوة الرسول في تسيير أمور المجتمع، وكل راع مسؤول عن رعيته. يعني تشوف اليوم يعني فقدان مادة الزيت والبطاطا وارتفاع الأسعار وكذا، يعني هنا رسالة لتبون هذا الذي اللي هو الراعي بتاع الجزائريين الذي لم يتمكن في كما يقولوا التمسك بنفس السعر بتاع البطاطا ولا السعر اللي مقبول من عند زواولة الجزائريين. يعني كيف لا يستطيع أن يسير سعر البطاطا، يعني وهو رئيس راعي رسمي لهذا الشعب؟ يعني إذا ماكش قادر تسير أمور البطاطا والزيت واش راك دير ثما؟ اللهم إلا أنت حارس أنت على مرادية، يعني لي جينيرو هذه الخونة الفاسدين اللي قالوا لك ريح ثم راك عساس وصاي، داري نقول لك تروح تروح، ولا تمردت علينا رانا نعطوك بيكورة كما يقولوا. هذه هي. وفي الأخير حتى أختم هذا الفيديو، اللهم ارحم شهداء الحراك الجزائري وشهداء الربيع الأسود الأمازيغي وكل من ضحى من أجل الديمقراطية ومن أجل الأمازيغية. ومبروك علينا هذا النصب التذكاري تاع ماطوبلو الناس ونتاع هذا اللي أسس نجم شمال إفريقيا، العيمش عمار ولا عمر، يعني عيمش عمر هذا اللي هو من مؤسسي نجم شمال إفريقيا، يعني هنا بين قوسين تأسيس تمازغ الكبرى. ونحن نبقى على هدي باقون، ونطلب يعني من فرحات مهني شخصيا أن يغير من سلوكه ومن لهجته حتى تطمئن النفوس، يعني ولا يدفع بالمنطقة إلى المجهول، لأننا نحن في حاجة إلى وحدة شعبية قبائلية في المنطقة، ووحدة جزائرية في كل ربوع الوطن. ومشروع فرحة مني هو مشروع قيد التسييس والإنجاز، لأنه بين أيدي الأمم المتحدة ونحن بارئين من هذا المشروع على كل حال. وإذا تجسد فيكون سببه هذه العصابة، يكون سببه هذه العصابة، وهي سيقع لها ما وقع في صربيا لما كان بيل كلينتون رئيسا لأمريكا وصربيا نفس النظام الجزائري الذي مارس التفرقة والعنصرية والعرقية في صربيا. رأيتم كيف جاء بيل كلينتون بقرار من الأمم المتحدة وبدأ يقنبل في العاصمة زغرب، ومدة أسبوع رضخ الصرب لأوامر الأمم المتحدة، وأخذت كل تلك الدول التي كانت تابعة ليوغوسلافيا وأخذت استقلالها بقوة قانون الأمم المتحدة. نحن نخاف على وطننا من هذا المشروع الخبيث المندس الذي يخطط له يعني من طرف العصابة. كما قلت كوزايفي، سبب هذا الإشكال هي العصابة، هي التي دفعت بالمنطقة إلى اتخاذ مثل هذا المشروع، لأنه هو آخر ملاذ للاستقلال عن هذا النظام المركزي الحجار كما يقولوا، سارق لثروات الشعب الجزائري، والذي قتل ليس فقط في منطقة القبائل، ولكن قتل أيضا في أثمزب، وقتل في تنزاوتين،
وقتل كمال الدين فخار وقتل محمد تملت، و يعني شوه صورة هذا المجاهد الكبير برقعة هذا تاع الولاية الرابعة اللي ردوه، يعني نزعوا منه صفة المجاهد وصفة الثائر. لهذا هذه العصابة لا يؤتمن عليها، فنحن نطالب بذهابها بسرعة حتى لا تدخلنا في سيناريو ليبيا. فهذه العصابة هي ما عندها سيادة، هي مؤتمرة وتحت أوامر هذه القوى الإقليمية، لا داعي لذكرها وأنتم تعرفونها. وفي الأخير أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.